بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم نبدأ في شرح مادة الفقه للصف الخامس الابتدائي للفصل الأول الوحدة الثانية بعنوان آداب المشي إلى الصلاة وانتظارها. في هذه الوحدة راح نتحدث عن الدرس الأول آداب المشي إلى الصلاة، والدرس الثاني آداب انتظار الصلاة. أيضا راح نتعلم في هذه الوحدة أعدد آداب المشي إلى الصلاة، أحفظ أدعية الخروج من المنزل والدخول إلى المسجد والخروج منه، وأبين فضل انتظار الصلاة، وعدد آداب انتظار الصلاة. نبدأ الآن بالدرس الأول وهو آداب المشي إلى الصلاة. قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. استنتجي من هذه الآية صفة الذهاب إلى المسجد. الإجابة: يجب على المسلم أن يذهب إلى المسجد بملابس النظيفة، لبس الملابس النظيفة عند الصلاة في المسجد وأيضا في المنزل. لبس الملابس النظيفة عند الصلاة في المسجد. أنا أحرص عند أداء كل صلاة أن أكون متطهراً نظيفاً لابساً أحسن ثيابي. ننتقل الآن إلى النقطة الثانية، الصلاة حضور بين يدي الرب جل جلاله، ولهذا شرع للمسلم أن يتأدب عند المشي إليها بجملة من الآداب الآتية. الأدب الأول من آداب المشي إلى الصلاة الحرص على دعاء الخروج من المنزل. يقول عند الخروج من المنزل: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أحرص على حفظ هذا الدعاء وأدعو به كلما خرجت من المنزل. أيضا يقول عند الذهاب إلى المسجد: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، واعظم لي نورا. اللهم اجعل لي نورا في قلبي، واجعل لي نورا في سمعي، واجعل لي نورا في بصري، واجعل لي نورا عن يميني ونورا عن شمالي، واجعل لي نورا من بين يدي ونورا من خلفي، وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا. هذا الدعاء يقال عند الذهاب إلى المسجد. انتهينا من الأدب الأول وهو الحرص على دعاء الخروج من المنزل. الأدب الثاني الخروج إلى الصلاة مبكرا. الأدب الثالث الذهاب إلى الصلاة متطهرا ماشيا، والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. حدد العبارة المناسبة في الحديث التي تدل على هذا الأدب من العبارات الآتية: من تطهر في بيته، أم مشى إلى بيت من بيوت الله، أم كلتا العبارتين صحيحة. نضع علامة صح هنا أن كلتا العبارتين صحيحة. ننتقل الآن إلى الأدب الرابع. بعدما أقرأ الحديث استنتجوا معي الأدب الرابع. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. نستنتج من خلال هذا الحديث الأدب الرابع وهو المشي بسكينة ووقار. المشي بسكينة ووقار. ما معنى السكينة وما معنى الوقار؟ السكينة هي المشي بدون سرعة، والوقار هو حسن الهيئة. الأدب الرابع كذلك راح أقرأ الحديث نستنتج منه الأدب الخامس. قال أنس رضي الله عنه: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. استنبطي من هذا الحديث السابق الأدب الخامس من آداب المشي إلى الصلاة. الأدب هو الدخول برجل اليمنى والخروج، الدخول
بالرجل اليمنى والخروج بالرجل اليسرى والخروج بالرجل اليسرى. هذا هو الأدب الخامس. الأدب السادس الحرص على دعاء دخول المسجد والخروج منه. يقول إذا دخل المسجد اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ويقول إذا خرج من المسجد اللهم إني أسألك من فضلك. احرص على حفظ هذا الدعاء وادعو به عند الدخول المسجد والخروج من المسجد. نشاط واحد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة. اقرأي الحديث السابق واستنتجي فضل الذهاب إلى الصلاة ماشية. الفضل هو زيادة الحسنات، زيادة الحسنات. أيضا سؤال: اذكري أمثلة لأعمال أستطيع القيام بها وأنا في طريقي إلى المسجد. مثلا رأيت زجاج ملقى على الأرض، ماذا أفعل في طريق الناس؟ أزيل هذا الزجاج، ويعتبر هذا الفعل بإماطة الأذى عن الطريق. نكتب إماطة الأذى، الأذى عن الطريق. ننتقل الآن إلى نشاط رقم 2، وهو لخصي آداب المشي إلى الصلاة. نبدأ الآن بمراجعة لدرسنا لهذا اليوم، آداب المشي إلى الصلاة. الأدب الأول الحرص على دعاء الخروج من المنزل. الأدب الثاني الخروج إلى الصلاة مبكراً. الأدب الثالث الذهاب إليها متطهراً ماشية. والأدب الرابع المشي بسكينة ووقار. والأدب الخامس الدخول برجل اليمنى والخروج برجل اليسرى. والأدب السادس الحرص على دعاء دخول المسجد والخروج منه. نشاهد هذا المقطع. أصدقائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ من المهم جداً أن نحافظ على الصلاة في المسجد، وأن نحرص على الوضوء في البيت قبل الخروج إليه، فكل خطوتين نمشيهما إلى المسجد يكتب الله لنا بإحداهما حسنة، ويمحو عنا بالأخرى سيئة. وقد جئت اليوم لأحدثكم عن الآداب التي ينبغي أن نراعيها عند ذهابنا للمسجد والصلاة فيه. فمن هذه الآداب أن نلبس ثياباً نظيفة قبل الذهاب إلى المسجد، أن نمشي في طريقنا إلى المسجد بهدوء ووقار، أن ندخل من باب المسجد بالقدم اليمنى ونقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. فإذا دخلنا المسجد لا نجلس حتى نصلي ركعتين تحية للمسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ويجب علينا أن نحذر من المرور أمام المصلين، وأن نحافظ على محتويات المسجد فلا نعبث بها. فإذا أقيمت الصلاة وقفنا ثابتين في الصف خاشعين لله رب العالمين حتى تنتهي الصلاة، لا نلعب ولا نضحك ولا نؤذي أحدا من
من أصحابنا الذين يصلون معنا. فإذا انتهت الصلاة وأردنا الخروج من المسجد، فإننا نخرج بالقدم اليسرى ونقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم إني أسألك من فضلك. وبهذا نكون قد تعلمنا آداب المسجد، وبقي لنا أن نلتزم بها ونحرص عليها حتى ننال الأجر والثواب من الله تعالى. تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.